الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. في سؤال بيطرح كتير بصراحة وفي خلاف عليه كتير، السؤال ده إيه؟ السؤال ده هو يمكن خلط الهيومك بالنترات الكالسيوم؟ تقريبا يعني شفت إجابات كتير وفي المؤيد وفي المعارض بالنسبة لعملية الخلط، تمام؟ طيب ما تيجي نروح للعلم ونشوف العلم بيقول ايه، وفوق كل ذي علم عليم، ربنا بيقول كده. طب ما تيجي نجرب، بدل ما احنا داخلين في الجدال بسموه بتاع بيزنطة ولا ايه كده مش عارف يعني، المهم بدل الجدال ده هو، طب ما تيجي عندنا نترات الكالسيوم اهي ماشي، وعندنا ادا الهيوميك الاسيد الالماني، تمام. طيب قالوا الجمل طلع النخلة، قالوا الجمل وقد النخلة، شوفوا هنا طلع ازاي الجمل ده هو. فهنيجي على ده مية ودي مية، تمام، المية مفلترة تمام التمام مفيهاش اي حاجة. هنحط في الاول في دي نترات الكالسيوم زي ما انت شايفها، حطينا نترات الكالسيوم. طيب الكاس التاني هحط فيه الهيومك. طب ليه عملت كده؟ عشان ما انا لو عملت التجربه كده يقول لي لا اصل انت المفروض تحط نترات الكالسيوم الاول، والتاني يقول لي لا اصل انت تحط الهيوميك الاول. لا بقى انا اضحك عليكم انتوا الاثنين ماشي، وهقلب نترات الكالسيوم في الاناء ده هو، وهروح على الهيوميك برضه واقلبه في الاناء ده هو، تمام. هنقلبه لحد ما يتم الذوبان بتاعه، تمام. كده تمام. طيب هنقوم نعمل ايه بقى تاني؟ هنضيف للي انا حطيت لها هيوميك الاول، حطينا هيوميك الاول ونحط عليه نترات كالسيوم التاني، تمام. طب ديت حطينا فيها نترات كالسيوم الاول، نحط عليها الهيوميك بعد كده عشان تبقى الحجه خلاص راحت خالص، تمام. ونقلب الاثنين وهنشوف هيحصل ترسيب ولا ايه، تمام. بس اهي نترات الكالسيوم اهي، بندوبها مع الهيوميك، دي حطينا فيها الهيوميك الاول واضفنا بعد كده نترات الكالسيوم، ودي ضفنا نترات الكالسيوم الاول وبعد كده الهيوميك، تمام. ونشوف نسيبهم ربع ساعه. ليه ربع ساعه؟ هنشوف هيحصل تفاعل وهيحصل ترسيب ولا لا، والاخر هنحكم. السلام عليكم. بعد ما تركناهم الانائين ربع ساعه 15 دقيقه، بنيجي نشوف هل حصل فيهم ترسيب للكالسيوم ولا لا. بنبص نفضي الاناء الاول اهو، بنفضي بنبص مفيش اي ترسيب، مفيش اي رواسب، لان ده لو ترسيب الكالسيوم بيبقى عامل كتل تحت، مفيش اي رواسب اطلاقا في الاناء الاول. نشوف طيب الاناء الثاني هيكون شكله ايه. بنفضي الاناء الثاني وبنبص فيه، هل فيه رواسب هو كمان ولا ما فيهوش، اللي هو اضاف له واحد فيهم اضاف له الكالسيوم الاول والثاني اضاف له الكالسيوم في الثاني، الثاني برضه ما فيهوش اي رواسب خالص. اللي موجود الحب ده عباره عن عدم الإذابة للنترات الكالسيوم، ولكن مفيش ترسيب، مفيش أي ترسيب يا جماعة. إذن فينفع ولا ما ينفعش إضافة الهيومك مع الكالسيوم؟ كده التجربة خير برهان، ينفع إضافة الهيومك على نترات الكالسيوم بأي حالة من الحالات، إذا اضاف الكالسيوم الأول للمية مفيش مشكلة، او اذا اضاف الهيومك وبعد كده اضاف له الكالسيوم مفيش مشكله. طيب علميا هو ليه ينفع يا جماعه؟ الهيومك جايه من الهيومس اللي هو الدوبال، والدوبال ده هو بيبقى اخر مرحله في تحلل الماده العضويه. احنا عارفين الماده العضويه بيعتبر حوالي 75% منها بيبقى عباره عن نباتات، والنباتات ده هي بتبقى في الاماكن الرطبه
في الغابات اللي بتبقى فيها أمطار كتيرة في أوروبا، عشرات السنين بتنزل أوراق الشجر، والغابات ده هي بتتحلل مع المطرة، وبيهم بيستخرجوا منها الهيومك ده هو ماشي، الهيومس اللي هو الدبال، اللي هو بينقسم لثلاث حاجات، بينقسم للهيومين وللهيومك أسيد وللفولفيك أسيد. تمام، إذا فالأساس منهم إيه؟ الأساس فيهم إيه في الهيومك ده؟ الأساس فيه هو أساسا ناتج مادة عضوية. تمام، طيب لو جينا لمكونات الأراضي، لمكونات الأرض، أنت لما بتضيف أي مادة عضوية للأرض بتتحلل وبتصير في الآخر دبال أو هيومس. الدبال ده هو مكون مادة عضوية، إذا فإحنا متفقين على كل الأراضي فيها مادة عضوية، كل الأراضي فيها مادة عضوية. تمام، إذا فمعنى إن الكالسيوم لا يقبل الخلط مع الهيومك اللي هو آخر مرحلة في تحلل المادة العضوية، إذا ما ينفعش نضيف كالسيوم لأي أرض، لأن أرض أي أرض مهما كانت فيها مادة عضوية وإن كانت بكمية ضعيفة، ولكنها هي اوريدي موجودة. أي أرض فيها مادة عضوية بتزيد المادة العضوية في الأراضي اللي فيها الكساء النباتي عالي والأمطار عالية، بتزيد فيها نسبة المادة العضوية لتصل إلى 5%، وخصوصا في الأراضي الطينية. دي جاية منين؟ جاية من الكساء الخضري، يعني أوروبا فيها كساء خضري كتير، فبالتالي الأراضي بتاعتهم عضوية. إيه العلاقة؟ العلاقة إن المادة العضوية بتموت، المادة العضوية النبات بيموت، بعد ما بيطلع بيموت، وبعد ما بيموت النبات ده هو بيدخل في عملية تحلل، وفي الآخر بيتحول إلى مادة عضوية. المادة العضوية بتتحول إلى في الآخر خالص بعد السليلوز، قصة السليلوز والهيموسليلوز والحاجات ده هي في الآخر بتتحول للهيومك، الهيومس، والهيومس بدور بيتركب من ثلاث حاجات اللي هم الهيومك أسيد والفولفيك أسيد والهيومين. دول الثلاثة المركب الأساسي للهيومس أو الدبال اللي هو آخر ناتج في المادة العضوية، وقلنا ده بيجي من الأماكن اللي بتبقى فيها الكساء النباتي كتير، زي ربنا ما قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، وبعد كده فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.